السلام عليكم. سامسونج جالاكسي اي 55 وكشف تفاصيل الكاميرا واهم المواصفات في احدث التسريب حتى الان. افادت احدى التقارير ان شركة سامسونج تستعد لاطلاق هاتف جديد وهو الهاتف الشهير سامسونج جالاكسي اي 55 هذه المرة وبال 5G، وتستمر التفاصيل حول الجيل التالي من الهاتف 5X الجالاكسي 5 أو 5X من سامسونج في الظهور. وفي تقرير جديد تم الكشف عن أن سامسونج تفكر في جلب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل إلى هاتف الـ A55 5G والذي من المقرر إطلاقه في عام 2024 إن شاء الله. تفاصيل ومواصفات سامسونج جالاكسي A55. كشف تقرير جديد أن شركة سامسونج ستوفر كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل لهاتف الجالاكسي A55 5G، حيث استخدمت سامسونج بدءا من الجالاكسي A51 كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل في الجالاكسي A52 والجالاكسي A53 والجالاكسي A54. وإذا كان التقرير صحيحا فسيكون هذا هو الهاتف الخامس للشركة الذي يحمل نفس دقة مستشعر الكاميرا الأمامية. إلى جانب الكاميرات الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرات السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، سيتم تجهيز الجالاكسي A55 5G بمستشعر فائق الدقة بدقة 12 ميجا بيكسل، علما بأن التفاصيل المتعلقة بمستشعر الكاميرا الماكرو الخلفي الثالث للهاتف لا تزال غير معروفة. وفقا للتسريبات السابقة سيتم تشغيل هاتف الجالاكسي A55 5G بمعالج الاكزينوس 1480 الخاص بشركة سامسونج، ولم يتم الكشف عن خيارات الذاكرة والتخزين بعد. ومن المتوقع ايضا ان يأتي الهاتف بشاشة سوبر اموليد توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومكبرات صوت ستيريو، وسيأتي مع تصنيف IP67 المقاوم للماء والغبار وحماية زجاج كورنينج غوريلا غلاس في الأمام والخلف. ما رأيك في هواتف سامسونج فئة الجالاكسي آي الجديدة وفي هذا الهاتف القادم؟ أخبرنا عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.